بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الاستفادة من الآيات السابقة، وهي قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، والآيات بعدها التي سبق الكلام عنها. قال الله جل وعلا فيهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قوله سبحانه: كلما أضاء لهم مشوا فيه، هذه حالة المنافقين، إذا كانت نعمة وكان رخاء فإنهم يظهرون الإيمان ويكونون مع المؤمنين في الظاهر ويطمئنون، كما قال سبحانه: من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. لكن إذا أظلم عليهم قاموا، إذا حصل شيء من ما يكرهون أو شيء مما لا يوافق رغباتهم فإنهم لا يسيرون، بل يقفون في مكانهم، كما حصل من المنافقين في يوم أحد، فإنهم وقفوا كما قال سبحانه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، فهم وقفوا ولم يمضوا، لأنه أظلم عليهم ما رأوا من جند الكفار وخشوا منهم، فلذلك قعدوا وقاموا ولم يندفعوا مع المسلمين في القتال في سبيل الله. ويؤخذ من هذه الآيات أن عدم الإيمان بالقضاء والقدر كما ذكرنا يسبب الجبن والخوف و التردد عند المنافقين. فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة من الله سبحانه وقوة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإذا أخفق المؤمن في هذا الموقف فإن له أملاً في الله عز وجل أن ينتصر في الموقف الآخر، ويحسن الظن بالله عز وجل. ثم ننتقل إلى الكلام على قوله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لما استشهد في وقعة أحد 70 شهيدا من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل من المنافقين ما حصل من الانتقاد للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في خروجهم وبروزهم للقتال، وأنهم لو بقوا في المدينة لما حصل عليهم شيء، لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لما قالوا هذه المقالات وفضحهم الله عز وجل ورد عليهم فيها، بين سبحانه وتعالى حالة الشهداء الذين قتلوا في المعركة، وأنهم أصابوا
خيرا من الله سبحانه وتعالى، فكان قتلهم واستشهادهم خيرا لهم من بقائهم على الحياة التي يطمع بها المنافقون. فالمنافقون إنما يريدون الحياة الدنيا ولا ينظرون إلى الآخرة ولا إلى الجنة ولا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما نظرتهم إلى العاجل. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات حالة الشهداء الذين قتلوا في معركة أحد وغيرهم من الشهداء في سبيل الله إلى أن تقوم الساعة. وقد قال تعالى في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالشهادة في سبيل الله فيها الأجر العظيم والثواب العظيم الذي يعوض الله به الشهيد عما فاته من الدنيا، وهي أعظم المطالب عند المؤمنين بخلاف المنافقين، فإن أبغض شيء إليهم الموت وأبغض شيء إليهم القتل، كما هو عند اليهود كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فاليهود والمنافقون وسائر الكفار هذه نظرتهم، ينظرون إلى العاجلة ويحبون البقاء فيها ويكرهون الموت ولا يؤمنون بالآخرة ولا بما في الآخرة من الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله وهم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم وإن قتلوا وماتوا في هذه الدنيا وفي مرأى الناس فإنهم عند الله أحياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله بل أحياء أي حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا، حياتهم في الدنيا انتهت بالقتل وترتبت عليهم أحكام الوفاة، ولذلك تجرى عليهم بعض أحكام الجنائز من تكفينهم في ثيابهم التي قتلوا فيها ودفنهم. فلو كانوا أحياء حياة كحياة الناس على الدنيا لما دفنوا، وأيضا تورث أموالهم وتتزوج نساؤهم، فحياتهم التي ذكرها الله في هذه الآية هي حياة برزخية من أمور الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في سورة البقرة: بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، لأنها ليست من جنس حياتكم على هذه الدنيا. وقوله أحياء عند ربهم هنا، قال أحياء عند ربهم يعني أحياء حياة برزخية عند الله وليست حياة في هذه الدنيا. فقوله عند ربهم وقوله ولكن لا تشعرون، هذا يعطي أن حياتهم حياة خاصة ليست كحياة الناس على هذه الدنيا. وقوله يرزقون أن يؤتى لهم برزق من الجنة، كما صح في الحديث أنها تكون أرواحهم في حواصل طير ترعى أو تسرح في أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذه حياتهم البرزخية، أنهم في نعيم وفي رزق وفي سرور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن يرزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.